المولود عام 58 الجواب جابس. أني قاعد قدام الحوش واقف وجاي منع بتاع عاوني أمن منع الجولان جايين من لوطة جايين أنا قدام الحوش ما حسبش يضربوني كان يا حب تموت يا حب القبرة بيد قدام الحوش ما عاملين شيء أنا قدام الحوش باب الحوش وجاي بالكراسي المكحلة يطقني على راسي يلوحني قلت له تضرب فيا وأني خاش ليش أدخل أعطاني ثلاثة طقات طق هني وطق هني بعد 5 سنين واستحت هذيك مروهاش وقت هزوني المستشفى نتاع عم طرش مروهاش هاو جاي موبايل من صلاة المغرب اي خرج خويا سمع في الحانوت حدا اختي في الحانوت هذيك احنا جنب بعض قال لها هكاك اخويا قال ما عجبكش يعطيها له هني على القلب قال مات على البلاصه أنا مازلت واعي شوية وقت ذكر شوي ها جاي موباي حسيدي من صلاة المغرب قال هكاك يا حبيب كشفة هو معروف سميك من المركب تعجنين هكاك يا حبيب زوز تضبط لوحهم رجع له قال تسكت ولا نكملك قال اسمع هم زوز هم ثلاثة أنت قاعد يكونوا فينا مالين حسيدي وليه حشاكم ليه وريكم ومالية صدم وحسيدي بعد نهارات ماتوا ويام العين حسيدي هزوا شو ثم واحد عنده رخصة على ما يحكوا يعني أنا سيء معش ميت سيء جابوا مالية حسيدي واحد عنده رخصة معناها لسيب باسية باش يخرج تكساجي ما يجي هز الحي والميت ومالين يفرعوا فينا حسيدي زلت واعي شوي يعني وعطيك شعار واحي وين هزوا الحي والميت المطرش وخويا حسيدي دفنوه بعد قعد 20 يوم في السبيطار يعني الحساب قعد حي خرجت قلت له وين اخوي قال لي مات اها ولا قال لي مات دفنوه في الليل الجيش معناه في كل ليله مو حشاكم هم وماليه صدموا مرضوا عانوا اللي هو حشاكم برا معناها بعثوا حسيدي معاه 3 جيش وعمر المجاهد هذا شناوي ها بعثوا مالية حسيدي للجزرنا قال لهم الكولونيل هذا خرجهم قال لهم شو قالوا لهم الجيش قالوا العرف نتاعهم قال سيدي راه صارت كارثة باش ندي نوريك في الجولة غادي كيفاش قال مظلومين قدام ربي قال لهم تشهدوا به جو في وقت قابلنا في المحكمة يجوا يشهدوا ديما يجوا يشهدوا 3 جيش قالوا قدام ربي مظلومي قدام ربي مظلومي والسلام هو يحيى تونس شنية طلباتك في طلباتي حقوقي يعني واني على محط محشاكم عاش نقدر شيء وماليك في كيف زاد حتى اختي معناها زاد تو راه شيء تو صدمي اختي اللي قاعدين موجودين صدمي كلنا كاك